والحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من جدة المهندس مشعل الثمالي، الوكيل المساعد للخدمات بأمانة الطائف. أول شيء نبدأ معك ونشكرك على وجودك معنا أستاذ مشعل. أبغى أبدأ معك على تعليقك على صور الحشرات والكلاب اللي شفناها في التقرير وكل ما ذكر في التقرير بشكل عام، وتعليق بعض الأهالي المتضررين. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل عام وانتم بخير لقناه ام بي سي ومشاهدينا الكرام. وانت بخير وصحه وسلامه يا هلا. وثانيا الله يسلم، بالنسبه للمردم الحالي، ومردم قديم عشوائي، يمكن قديم جدا بسبب التوسع العمراني، اقترب العمران والكثره السكانيه من المرمى الحالي، ونحن ان شاء الله في طور ترسيه او مشروع نقل المردم إلى مردم جديد تم اختياره من قبل أمانة الطائف، يبعد عن الطائف تقريبا 70 كيلو إلى 80 كيلو متر مربع متر. وتم إعداد المواصفات الحديثة لنقل السوق أو نقل المردم، وإن شاء الله في خلال فترة وجيزة. هالفترة الوجيزة متى؟ تفضل سعادة المهندس، هالفترة الوجيزة هذه متى؟ نعم إن شاء الله في خلال العام القادم يكون تم نقله. لا هذا الكلام الفضفاض احنا ما ينفع معنا. الكلام الفضفاض هذا ما يمشي معنا. لا صحيح إن شاء الله. أنا ما خطأتك. ما هو فضفاض كلام. أنا ما خطأتك أبدا، بالعكس احنا ما طلعناك عشان ترد على الأهالي اللي أنت المفروض أنك ترد عليهم وتعطيهم ديدلاين، تعطيهم وقت معين وتاريخ معين. ما ينفع أنه والله في نهاية السنة بعد سنة قبل سنة. أمانة الطائف تسعى حثيثة. أمانة الطائف غايبة عن الوضع للأمانة. إحنا ما نتكلم عن حي واحد، نتكلم عن 12 حي. إحنا نقلناكم ردود السكان. أبدا توسع العمراني فعلا. أبدا ما هو توسع. هذا اسمه عدم حرص الأمانة على متابعة الوضع الميداني، وعدم حرصه على صحة وطبابة ونفسية الأهالي اللي موجودين. ولا أحد يصدق إنه هذا الوضع في عروس المصايف؟ الأمانة حريصة على نقل المردم إلى موقع آخر، وفعلا تم اختيار موقع آخر يبعد عن الطائف 70 كيلو متر، وتم إعداد المواصفات الحديثة لنقل السوق، عبارة عن خلايا هندسية ومزودة بشبكة من شبكة غاز، وإن شاء الله في خلال 6 شهور أو 8 شهور نعيد للمجاورين والسكان وهذه منطقة الطائف بنقل المردم. 6 شهور بإذن الله. على من رسة المناقصة؟ طيب قبل ما أختم معك، المناقصة سوف يتم أو طرحها بعد أو بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة إن شاء الله. طيب نعم سعادة المهندس، ومدة هذا 6 شهور إلى 8 شهور. نعم طبعا أنت دائما تدعو للسياحة في الطائف، كيف برأيك كيف ممكن الناس تجي للطائف والوضع ممكن زي الآن، وخاصة بعد ما شافوا يمكن حتى التقرير اللي عرض معنا من شوية؟ هذا وضع مرمى نفايات قديم عشوائي زي ما ذكرت سابقا. هو قديم بس هو لسه موجود إلى حد الآن. هذا الوضع عنده. نعم. إن شاء الله إنه ينتهي خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله. نعم. بس ما فكرت إنه في إنه توجد حلول مرمى جديد يحتاج استراتيجية. بالتأكيد يحتاج استراتيجية كبيرة جدا، ويمكن تتطلب وقت، بس ما فكرت. اشتراطات خالص. نعم. يا سعادة المهندس. ما ادري انت موجود معنا الان في مكتب جده صح؟ انا متاكد انه عندك شاشه تتابع معنا. نعم. فيها الهواء اللي يطلع صح ولا لا؟ قاعد تتابع معنا؟ مين؟ تتابع معنا الهواء اللي قاعد يطلع. نعم على الهواء؟ نعم. انت قاعد تشوف الصور اللي موجوده ولا لا؟ بس سؤال. الصور للمردم. نعم. للنفايات. نعم. قاعد تشوفها؟ جدا ولا نرضاها، وعلى اساس كذا الامانه تسعى الان حثيثه لنقل المردم. الى الان ما اعطتني اجابه واضحه. 6 شهور. حتى 6 شهور يا سعادة المهندس، أبغاك تعطيني تاريخ معين، أبغاك تعطيني اسم ناس أو شركة أو جهة تم ترسية المناقصة عليها، أبغى تعطي حلول مستعجلة للناس. الوضع هذا غير مقبول، القيادة ما تقبل عليه. بعد إجازة العيد مباشرة سوف يتم طرح المنافسة، وفي حالة ترسيتها سوف أزودكم بالاسم الشركة بإذن الله.
طيب زين، هذا الى الان شغله مهمه. طيب ايش الحلول اللي ممكن الين على بال ما تخلص المناقصه وترسي على احد وياخذ الوضع هذا اذا ما رساها من مناقصه على مناقص بالباطن وخلافه؟ احنا عارفين هالمواضيع هذه. ايش الحلول اللي ممكن تطرحها للسكان اللي يتابعونك الان؟ ابغى حلول مستعجله. تم عمليه الرش مكافحه الحيوانات الضاله شغالين عليها، ممكن الرش المستمر للمردم هو يتم ردم المخلفات ردمها حسب الاشتراطات البيئيه. بس هل برايك ونعدهم ان شاء الله المردم فقط، هل برايك انه هذا حل؟ الحل في نقل المردم وان شاء الله في وقت قصير، يعني 6 شهور او 8 شهور على اساس عمل الخلايا وعمل شبكة الغاز تكون شبكة حديثة وعلى أحدث طراز. نعم، حضرتك تفضلت وقلت إنه بعد إجازة الحج حتبدأوا بعرض المناقصة، وبكرة الأحد أتوقع هو بداية الدوامات صحيح؟ طرح من نفسه. يعني من بكرة حتبدأ يوم الاثنين الظاهر يبدون الدوامات إن شاء الله. يوم الاثنين يبدأ الدوام، يعني يوم الاثنين نأخذ منك رد على الموضوع يا سعادة المهندس. الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم حبيبي بإذن أنا أبغى الحلقة المقبلة من MBC في أسبوع تطلع معنا، وهذا زميلنا وافو المسؤول عن الإعداد. نبي الأسبوع الجاي بإذن الله حلقة MBC في أسبوع نستفتحها وتعطينا رد شافي وكافي لكل السكان المتضررين من هالوضع. تم؟ أكيد هذا الكلام اللي أقول إن شاء الله إنه هو حقيقة. بيض الله وجهك، يعطيك العافية. من جدة المهندس مشعل الثمالي الوكيل المساعد للخدمات بأمانة الطائف، شكرا لك.